السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح وأجيب على أمر مهم جدا، والذي يعتبر نوعا ما سؤالا هاما جدا جدا. في أي عمر أو في أي سن يتم البدء في تدريب الكلاب على مختلف التدريبات المختلفة التي تبدأ خاصة في أو مع الكلاب؟ فبالتالي إجابتي على هذا السؤال أعزائي، يبدأ تربية الكلاب بمختلف أنواع التدريبات من عمر شهرين، ولكن التدريب في عمر شهرين يختلف عن التدريب في 5 شهور. فمثلا نبدأ في أمور بسيطة مثل الطاعة والجلوس والوقوف وهكذا، فبالتالي يبدأ بالتدريج الأمر. فكلما كبر سن الكلب كلما زاد وعيه وقدرته على استجابة هذا الأمر، والسن المناسب هو 5 شهور لمختلف التدريبات المختلفة.